بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم حامل المسك على أثير الراديو 90-90. وطبعا احنا خلاص بقيلنا ساعات معدودات وندخل في العشر أيام الأوائل من ذي الحجة، التي هي أيام بركة ونور وروحانية وعبادة، لا سيما إنه وقد دنت أيام موسم الحج المعظم بيت الله الحرام، وأيام عرفة، يوم عرفة المعظم، يوم الموقف الأعظم الحج عرفة، الأيام التي تتعلق فيها قلوب المليار ونصف مليار مسلم ببيت الله الحرام ليل نهار، وتشرئب إليه الأنفس وتهوي إليه الأفئدة وتهيم به القلوب حينما يأتي الحجيج من مختلف أنحاء الدنيا إلى بيت الله الحرام، وتتنزل الرحمات وتلهج الألسن بالدعاء. ثم يأتي يوم عرفة حيث يتجلى الله تعالى تجليا عظيما. ثم يأتي يوم العيد المبارك الذي نهنئ حضرتكم به مقدما. طبعا هذه الأيام أيام عبادة وأيام ذكر وأيام تسبيح وتمجيد وتهليل وتقديس وتعظيم لشعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيام الأضحية التي فيها التوسعة على البائس والفقير بلحوم الأضاحي وبإدخال البهجة والسرور على كل فقير ومسكين وبائس ومحتاج. كل سنة وحضراتكم بألف ألف ألف خير، كل سنة وحضراتكم طيبين بهذه الأيام الطيبة. املأوا أيام العشر الأوائل من ذي الحجة بالعبادة والطاعة والذكر والإنابة إلى المولى جل جلاله، وادعوا لمصر. يعني خلوا أيام القبول والتجلي في الأيام المعظمة في العشر الأوائل من ذي الحجة، أكثروا فيها من الدعاء لمصر أن ينصر الله مصر وجيش مصر ورئيس مصر، وأن يجعل الله تعالى مصر دائما مؤيدة، وأن يردع الله تعالى من يعتدي على حقنا في الحياة. طبعا برضو الأيام المباركة أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، الواجب فيها أن الإنسان يزداد إنسانية، ومن صور الإنسانية الصداقة، الصداقة اللي هي محور هذا الموسم من البرنامج اللي احنا بنتكلم عنها. وطبعا ما تنسوش حضراتكم أن احنا من الحلقة اللي فاتت على طول الجمعة اللي فاتت بدأنا نفتح المجال أن احنا نستقبل اتصالات حضراتكم ورسائلكم على الرقم 2-180-0866 2-18-10-866، أو نستقبل رسائل حضراتكم النصية الاس ام اس على رقم 1-99-199، أو نستقبل تعليقات حضراتكم على صفحات سوشيال ميديا المتعلقة بالبرنامج أو المتعلقة بشخصي الفقير. ولا أخفيكم إننا من الجمعة اللي فاتت إلى اليوم في سعادة غامرة وفي فرح وحبور وسرور بالاتصالات والتعليقات التي تلقيتها الجمعة الماضية، واشتبكنا مع تعليقات وهموم المستمعين الكرام، بحيث يبقى بيننا بالفعل يعني تواصل، ويبقى بيننا عيش وملح زي ما بيقول يعني الوجدان المصري الأصيل على مختلف الأصعدة. موسم الحج هذا العام ارتأت المملكة العربية السعودية الشقيقة قياما بواجب الإجراءات الطبية الواجب اتباعها، أن يقصر موسم الحج على المقيمين داخل المملكة. أنا أقدر هذا الإجراء وأتضامن معه، والإجراء يتفق تماما مع مقاصد الشريعة، حفظا للأنفس وحفظا للأرواح، وفي نفس الوقت إقامة لشعائر الله بما يدفع الضرر عن الأنفس ويبقي على الناس الأمان والعافية. ندعو الله تعالى أن يجعل موسم الحج هذا العام موسما آمنا وموفقا ومقبولا، وندعو الله تعالى لبلادنا كلها في المشارق والمغارب أن يدفع الله تعالى عنها الوباء والبلاء، وأن يجعلها في أمان، وأن يجعلها في سرور بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي صار منا على قيد خطوات وعلى بعد أيام. إيه بقى يا ترى المعنى اللي أنا نفسي أتكلم مع حضراتكم فيه النهاردة؟ ما زلنا بندندن حول قضية الصداقة، الصداقة والصديق، فضل الصديق وأهمية وجود الصاحب والصديق في حياة الإنسان. وزي ما قلت لحضراتكم ما زلنا بنعتل مع بعض الهم الموجود عند كل أم وكل أب في اختيار الصاحب والصديق الذي نرتضيه لأولادنا في سن 7 سنين و8 سنين فما فوق، الوقت الحساس الذي يحتاج فيه الولد إلى أنه يبدأ يخرج إلى الحياة ويكون ليه أصحابه ويكون ليه أصدقائه اللي يضحك معاهم ويلعب معاهم ويفكر معاهم. لكن الصداقة هي الباب الأول والأكبر للتأثر والتأثير، والطباع تتأثر من الطباع. كلما كان الصديق أو الصاحب مهذب وخلوق ودمث الخلق وصاحب همة وصاحب جدية في الحياة،
ابني الكريم أو بنتي الكريمة ستتأثر به. وإذا كان هذا الصديق أو الصاحب مستهتر أو مستخف أو بذيء أو فاحش القول أو معتدي وعدواني وشرس وسيء الخلق، فإنه سيصل أثره السيء بلا شك إلى ابني أو بنتي حينما يصادقونه. القصة اللي أنا عايز أحكيها لحضراتكم النهاردة فيها معنى جميل وفيها معنى لطيف، وهي من أشرف وأرفع وأنفع قيم الصداقة والصديق على الإطلاق، وهي قصة محببة إلى قلبي في الحقيقة. يعني أنا كل ما تيجي القصة دي على بالي أحب كده أقعد أحكيها وأعيد وأزيد فيها، لأنها في نظري تحمل قيمة عليا، وهي من المنارات التي يمكن أن نهتدي بها ونحن على درب الحياة، نختار الصديق الذي يمكن أن نصادقه. القصة اللي أنا عايز أحكيها لحضراتكم، جاءت امرأة إلى الإمام العابد الزاهد الولي الصالح الإمام الشبلي. والإمام الشبلي ده يا جماعة الخير كان من أولياء الله العارفين، راجل كده كمل من الصالحين والأولياء، وشخص كده معروف بالولاية، يعني الناس يصاحبونه ويتحلقون حوله ويحبونه، فإذا به يخلع عليهم أشرف الصفات وأنفع الشمائل، يزكي الأنفس، يهذب الوجدان، يعلم الإنسان كيف يكون إنسانا، يأمر الإنسان بالذكر والإنابة والسير إلى الله. يعني كان عينا من عيون الولاية التي تفجرت بالنور والولاية والعرفان في زمانه. في سيدة كريمة، سيدة كده حجة كده كريمة، راحت لسيدنا الإمام الشبلي وقالت له، طبعا الشبلي ده من العارفين والأولياء، يعني محدش هيروح يسأله في أمور الزراعة والتجارة والمحاصيل والغلال والتجارات والمقادير والأسعار، محدش هيسأله في كده، ده يعني إمام من الأولياء شأنه الذي يسأل عن دقائق السير إلى الله، الروحانية التي تجعل الإنسان يسمو دائما، علل النفوس التي تحتاج إلى معالجة وتزكية وأخذ باليد. إلا أن السيدة الكريمة ظنت أن هذا الإمام نروح نسأله في كل حاجة، في أي حاجة من شؤون الحياة اللي يمكن ما يكونش مهتم بيها أو هي محل اهتمام منه. راحت تقول له، يا إمام إحنا يعني وإحنا بنزرع وبنقلع كده وبنحصد وبندير الزراعات بتاعتنا، بنفاجأ بأنه لما بناخد الفول ونوديه نطحنه، إذا كان في تسرب إليه شيء من السوس ونطحن الفول، الفول بيتكسر كده كسر كبيرة شوية، فيخرج السوس منه يسعى. أنا عندي شوية فول عايز أطحنهم عشان أقدمهم للماشية ولا غيره، السوس يخرج يفضل حي بعد ما الفول يطحن. فإذا أخذنا القمح وطحناه وإن كان فيه سوس طحن السوس معه. يا ترى إيه السر في هذا الموضوع؟ طبعا دي قضية يعني آخر من يسأل عنها، يعني رجل عاش عمره كله للولاية والعرفان، لكن شأن الأولياء والعارفين إنه حتى السؤال الذي ليس له به اختصاص يخرج منه بلمحة إبداعية، ويظهر فيها شدة لهجه وشهوده وانصرافه وانشغال باله بالمعاني العلوية. قال لها، يا أمة الله، السر في هذا أن من صحب الكبار سلم. من صاحب الكبار سالم، يعني فيها ملمح لطيف انه حجم حبة الفول لما كانت كبيرة شوية، لما تتكسر وتتهشم حبة الفول بتفضل بينها ثغرات وفجوات، ممكن يفضل السوس موجود فيها، بس القمح صغير، اذا حصلت ازمة واتطحن القمح كل حاجة هتطحن معاه. بس المشهد البديع اللي ناخده من هذا المثال، اللي هو مثال زراعي ممكن يستفيد به المزارع والفلاح، المثال اللي احنا ناخده منه انه من يكون في صحبة الكبار في الهمم وفي الأخلاق وفي المعاني وفي العرفان، فإنه يكون مصونا من كل ضرر نفسي أو روحي أو عرفاني أو وجداني أو سلوكي أو إنساني. اللي بيصحب الصغار من القوم، اللي ما عندهمش بعد نظر وما عندهمش فكر وما عندهمش دراية وما عندهمش خبرة بالحياة، بتلطموا الحياة. ولذلك اجعلوا من أهم قواعد الصداقة والصديق أن تصحب الكبار، مش كبار السن والعواجيز، وإن كان غالب كبار السن عندهم خبرة بالحياة ينبغي أن تحترم، إنما الكبار في الهمم، الكبار في المعرفة، الكبار في الطاقة الروحية، الكبار في العزيمة، الكبار في الإنجاز وإن كانوا صغارا في السن. يا جماعة، من أهم معالم الصداقة فتش عن الكبير في كل شيء، علما وخلقا وأدبا وسمتا وهمة واجتهادا ونجاحا وتميزا وإبداعا وتفوقا، ابحثوا عن الكبار في كل شيء، يعني المتميزين في كل شيء بالعبارة العصرية الآن، فتش عن المتميز في كل شيء وصحبه،
وثق تماما أنه سيكون كريم في صحبته، لا يبخل عليك بالنصيحة، لا يبخل عليك بالمعرفة. فمن شعارات الحلقة اللي احنا نقدر نخرج بها اليوم إنه من صاحب الكبار سلم، يبقى ومن صاحب الصغار ندم، من صاحب الصغار هلك، ومن صاحب الكبار سلك. يبقى إذن يا جماعة اصحبوا الكبار واغرسوا في نفوس أبنائكم إنه يفتش في كل مكان يروحه على العقول، على النوابغ، على المتفوق، على السابق في همته. خلوا أولادكم يا جماعة يتوجهوا ويفتشوا تفتيش عن الكبير في كل معنى، الكريم، الحليم، الذكي، المجتهد، الجاد، المتفوق، المبدع. دور عن الكبير في كل شيء وخليك في صحبته وخليك في ظله، والله العظيم حتنتفع بيه كتير قوي وحتستفيد منه كتير قوي. ولا تجعل همتك في أن تكون في صحبة الأصاغر، لأن من صاحب الصغار والأصاغر ندم. اسمحوا لي أن احنا نكمل المسيرة ونكمل الكلام ونبحر في دقائق وآداب وخبايا قضية الصحبة وآثرها وآدابها ومعانيها والمقومات التي تبنيها قضية الصحبة في حياة الناس. اسمحوا لي أن احنا نكمل الكلام ولكن بعد الفاصل. اهلا وسهلا ورجعنا لحضراتكم، واسمحوا لي ان انا اعمل هنا وقفة مهمة قوي في قضية هي الهم الشاغل لنا جميعا، الهم الذي توحدت عليه يعني قلوبنا ومشاعرنا، الا وهي قضية سد النهضة. انا في غنى عن ان انا ارجع اتكلم في القضية وفي تاريخها وفي تداعياتها وصولا الى جلسة مجلس الامن بالامس. انا مش محتاج ان انا يعني اتكلم كتير حوالين القضيه، احنا اصحاب قضيه عادله، احنا بنهدد تهديد صارخ في حياتنا جميعا كمصريين. الميت مليون مصري والثلاثة واربعين مليون شقيق في السودان عرضه لهلاك الملايين منهم من جراء هذا التعنت والاجراء الاثيوبي الغاشم وغير السديد. انا النقطه اللي انا عايز اعلق عليها من منظوري انا كابن من ابناء الازهر الشريف، ويعني ان صح القول احد علماء الازهر ارجو يا رب التوفيق في هذا، وانه يعني الجزئيه اللي انا عايز اعلق عليها وهي صميم اختصاصنا كمؤسسات دينيه، انه الامام الاكبر الاستاذ دكتور احمد الطيب شيخ الازهر اصدر بيانا في منتهى الاهميه قبل كام يوم. اصدر بيانين، البيان الاول كان فضيلة الإمام الأكبر بيقول فيه: الأنهار ملكية عامة يشترك في الانتفاع بها كل من تمر الأنهار بأرضه، وليس من حق طرف أن يستأثر بالنهر وأن يستحوذ عليه ويستبقيه لنفسه ثم لا يبالي بمن يشاركه في الانتفاع بهذا المورد. ودعا الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ دكتور أحمد الطيب متعه الله بالصحة والعافية، دعا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية وكل الأطراف الدولية والأقليمية أن تطلع بدورها في الضغط على أثيوبيا للرضوخ لمطالبنا العادلة. فخرج فضيلة المفتي مفتي أثيوبيا الحاج عمر إدريس رئيس المجلس الأعلى الفيدرالي للشؤون الإسلامية الأثيوبي، خرج ببيان بيقول فيه عدة نقاط. بيقول فيه أنه أثيوبيا لها حق المنفعة والاستفادة من مواردها الطبيعية بدون أي ضرر لدول حوض النيل بصورة عامة، ويقول أنه الإمام الأكبر ينبغي أن يدرك الواقع أن إحنا عايزين نعمل السد علشان ننفع عن نفسنا الفقر، لحد ما يجي في الآخر ويختم بيانه بنقطة هي من أكثر النقاط التي فيها يعني استفزاز. بيقول: نحن في بلد الملك النجاشي الملك العادل، والعدالة ما زالت في بلادنا أثيوبيا إلى يومنا هذا. أنا لا أخفي على حضراتكم كتبت قبل يمكن ربع ساعة قبل ما نبدأ الحلقة على طول، كتبت بيان نشرته على صفحتي الرسمية على الفيسبوك ردا على مفتي أثيوبيا، واسمحوا لي أن أنا أقرأ هذا الرد اللي أنا كتبته وبعد كده أقول لحضراتكم يعني خاطرة حول هذا الرد. كتبت أقول ردا على مفتي أثيوبيا: مضى زمن النجاشي الذي لا يظلم عنده أحد، وجاء زمن تظلم فيه أثيوبيا 100 مليون أحد في مصر و40 مليون أحد في السودان، ومن اعتدى على حقنا فلا يلومن إلا نفسه. العبارة دي كانت خلاصة البيان، التفصيل بقول فيه: أصدر مفتي أثيوبيا فضيلة المفتي الحاج عمر إدريس رئيس المجلس الأعلى الفيدرالي للشؤون الإسلامية الإثيوبي بيانا خلاصته إن أثيوبيا لها حق المنفعة والاستفادة من مواردها الطبيعية، إلى أن يقول: نحن في بلد الملك النجاشي الملك العادل، والعدالة ما زالت في بلادنا إلى اليوم. وتعقيبا على هذا أقول: عدد المسلمين في أثيوبيا 33%،
وإذا لم يتخذ فضيلة المفتي هذا الموقف فقد يقع ضرر عظيم على كل شريحة المسلمين في أثيوبيا، فنحن جميعا كمصريين نعذره في موقفه. ولكن تعليقي هنا لتحصين عقول المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من مغالطة قد تشوش الحقوق، قد تشوش العقول، حيث إن فضيلة المفتي الأثيوبي يقول إن أثيوبيا لها حق الانتفاع بمياه النيل دون ضرر لدول حوض النيل، فكيف يا فضيلة المفتي إذا صار الضرر الواقع على مصر والسودان ضررا قطعيا وظاهرا وواضحا وساطعا، وأنه ضرر يؤدي إلى هلاك الملايين منا من أبناء مصر والسودان، والأنهار ملكية عامة تشترك في منفعتها كل الدول التي يمر النهر الخالد بأراضيها، فلا يحق لأي طرف يا فضيلة المفتي أن يستحوذ ويستأثر ولا يبالي لهلاك غيره ممن يشاركه الموارد وله فيها نفس الحق. مش هي دي قواعد الشريعة يا فضيلة المفتي؟ مش من قواعد الشريعة يا فضيلة المفتي أنه لا ضرر ولا ضرار؟ ثم أختم البيان وأقول: وأما أنكم في بلد النجاشي الملك العادل الذي لا يظلم عنده أحد، فقد مضى زمنه رحمه الله، وخلف من بعده خلف ضيعوا الأمانة، وجاء زمن تظلم فيه أثيوبيا 100 مليون أحد في مصر و40 مليون أحد في السودان، ومن اعتدى على حقنا فسوف ننتزع حقنا منه بأنيابنا ولا يلومن إلا نفسه. السادة المستمعون الكرام، أنا آسف إن أنا اقتطعت جزء من الحلقة اللي بنتكلم فيها عن الصداقة والصديق، لكن هذا الكلام له الأولوية المطلقة ويقدم الآن على أي قضية تشغلنا. هذه قضية وجود وقضية حياة وقضية كرامة لبلدنا، ونحن وبفضل الله إحنا وأشقائنا في السودان موقفنا موقف واحد، والضرر الواحد علينا واحد، ومصيرنا واحد ومستقبلنا واحد. نحن والأشقاء في السودان نعلنها للعالم كله إن إحنا على مدى 10 سنوات مضت ما تركنا باب من أبواب التفاهم والتفاوض إلا وقد سلكناه، وتحملنا من التعنت والتلاعب والتزوير ما لا يعلمه إلا الله، وصولا إلى جلسة مجلس الأمن بالأمس، وكان كلام الوزير الأثيوبي الموقر المحترم ممتلئ بالمغالطات والتزوير وقلب الحقائق. في نهاية المطاف، إذا أصر الطرف الآخر بعد صبر طويل على مدى 10 سنوات أن يعتدي على حقوقنا، فلنا درع ولنا سيف يحمي حق هذا الوطن في قواتنا المسلحة، ونحن نحتشد ونتضامن جميعا خلف السيد رئيس عبد الفتاح السيسي وخلف قواتنا المسلحة في كل إجراء يتخذونه لانتزاع حق مصر ممن يريد العدوان على هذا الحق الخالد الذي لن يستطيع أحد أن ينتزعه منا أو أن يعتدي عليه. كان من المهم في نظري إن أنا أقرأ لحضراتكم هذا البيان وإن أنا أعلق هذا التعليق، لأنه دي قضيتنا الكبرى اليوم، وبإذن الله مصر محفوظة ومصونة، ومهما كانت الخيارات التي ستسلكها القيادة نحن في ظهر قيادتنا نحتشد ونتضامن ونتوحد ونتضافر. ويكفي يا أيها المصريون الكرام جميعا حيثما يبلغ أثير راديو 99 أن نعلم أن الشعب الأثيوبي هناك متضافر خلف قيادته، متضامن حول هذه، متجمع بأكمله حول هذه القضية. نحن ندافع عن حق عادل، عن حقنا في الحياة، نحن لن نسمح لملايين من أبناء بلدنا ووطننا ولا من أبناء السودان الشقيق أن يتعرضوا للهلاك والجفاف. ندعو الله تعالى أن يحفظ مصر وقائد مصر رئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر، وأن يسدد الله رمي جيشنا، وإذا اضطررنا إلى القتال فنحن أهله وسوف ننتزع حقنا بأنيابنا كما قلت في البيان. عود على بدء، نرجع مرة أخرى لقضية الصداقة، اسمحوا لي أن احنا نكمل الكلام فيها، وممكن نستقبل طبعا اتصالات حضراتكم على تليفون رقم 280 10 866 أو رسائل على 099 199. اسمحوا لي أن احنا نكمل مع حضراتكم لكن بعد الفاصل. اهلا وسهلا ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه، واسمحوا لي ان احنا نبدا نستقبل اتصالات الساده المستمعين الكرام، وبرضه اسمحوا لي اكد مره ثانيه على الارقام اللي يمكن التواصل من خلالها. الاتصال التليفوني على رقم 2 18 10 866، رسائل الاس ام اس على 199 9. واتشرف ان انا استقبل اتصال موجود من
الصديق العزيز الأستاذ محمود من أسوان. أستاذ محمود أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بأهل أسوان الطيبين. الله يبارك لك. معك محمود البربري من أسوان، وأنا صراحة يعني يوم تاريخي بالنسبة لي إني أكلم سيادتك. ربنا يخليك يا أستاذ محمود، ده أنا سعيد ولي الشرف وإنتوا في قلوبنا، يعني أسوان دي من أحب بقاع مصر إلى قلبي وأهلها يعني تاج رأسنا. الله يبارك لك. أنا صراحة والله يعني بقول لك والله يوم تاريخي إني أكلمك، لإني أنا سعيد بك ومن زمان يعني أعرفك وبسمع خطبك وكده آرائك الدينية، ويعني صراحة يعني فخور أنا بنفسي إني كلمت حضرتك، يعني صراحة أنا يعني سعيد جدا 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 يوم عيد النهارده. ربنا يخليك يا أستاذ محمود، ربنا يسعد سيادتك دايما ويجعل أيام حضرتك كلها أعياد وسرور. والله لا تعلم أنا قد إيه سعيد بهذه الكلمات التي أرى من خلالها إنه المجهود المتواضع اللي بقوم به الحمد لله يعني له أثر، يعني يريح القلوب والنفوس ويملأ النفوس نور. أنا سعيد والله بكلمات سيادتك. والله أنا بحبك في الله يا مولانا. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك، ربنا يحبك يا رب ويبارك في سيادتك، ربنا يخليك يا ربي. أحب أسمع حضرتك، قول لي تحب تقول لنا إيه؟ والله الجمعة اللي فاتت أنا سمعت حضرتك برضو، أنا متابعك يعني على طول وكده، وفي أي لقاءات يعني متابعك على طول. يشرفني. إيه الله يبارك لك. الجمعة اللي فاتت انت قلت الصديق لازم ألا يكون في خمس صفات، ألا أيوة. يكون كذوبا أيوة. وألا يكون جبانا وألا يكون بخيلا أيوة. وألا يكون أحمق وألا يكون فاسقا. بالضبط دول الخمسة. أنا عندي مثلا صديق مولانا نعم. وعزيز علي جدا جدا، طيب هو لا كذوب ولا بخيل ولا جبان ولا فاسق، ولكنه أحمق. هل معلش يا مولانا. كانوا يا أستاذ محمود الشاعر كان بيقول لكل داء دواء يستطب به إلا حماقة أعية من يداويه. بس اسمح لي قبل أي حاجة، ليه حضرتك عمي ليه مولانا يعني أسيبه ولا أقعد؟ هو صراحة عزيز علي جدا جدا ما قدرش أسيبه. ليه حضرتك وصفته بكده طيب يا أستاذ محمود؟ إيه الحاجات اللي إيه الحاجات اللي من غير خوض يعني في جزئيات وتفاصيل وخصوصيات، إيه المعاني اللي خلت حضرتك تقول عليه الصفة دي؟ يعني لما بنتكلم في حاجة دينية كده أو بيتمسك بيها كده بيعمل على رأيه وبعد كده بيسيبنا ويمشي يزعل. كمان يزعل ويسيب حضراتكم ويمشي، يعني ما عندوش أي طاقة إنه يسمع حد يقول كلام غير اللي في دماغه هو يعني. ما بيستحملش، أحمق شوية، وفي نفس الوقت يعني في حاجات يعني كده تكلموا فيها ويكون احنا مثلا اربع افراد مثلا الاربعة ينتقدنا ويسيبنا ويمشي على اساس انه هو الصح. طب اسألك سؤال يا استاذ محمود، هل نقدر نقول انتوا طبعا اخبر بيه وعشتوا معاه وتعرفوه مع كامل احترامي لشخصه الكريم طبعا يعني، فانا قلت له يعني اخواننا الاستاذ اسامة قال لا تصاحب كذا وكذا وكذا وكذا، ايه نعمل فيه الراجل ده؟ هو صديقنا وعزيز علينا جدا يعني. أيوة والله. طب اقول لك يا استاذ محمود، هل هو احمق يعني ولا هو منفعل وغضوب وسريع الانفعال؟ يعني اقول لك طب حاجه تفرق ما بين ده وده. الاحمق ممكن ياخد موقف غلط ويصر عليه. المنفعل السريع الغضب اللي ممكن يكون طيب القلب ممكن ينفعل ويغضب ويسيبكم ويمشي، بس بعد شويه يراجع نفسه ويرجع يعتذر. هو من الشيء ويمشي ويرجع وكده، برضه بيتمسك على رايه. طب ما هو لما بيرجع لكم بيرجع كده وهو في خجل وعايز يعتذر وعايز يطيب خاطركم. طب يبقى ده رجل، يبقى ده رجل طيب ونصبر عليه. بس مولانا بيعمل ايه؟ ما يعني بيحصل تاني يوم او ثالث يوم نفس الموقف. انا بس ادعو سيادتك انه حضراتكم تصبروا عليه وتشرحوا له المعنى بهدوء وتتحملوا منه الغضب، ونصبر على بعضنا ونوسع الصدر مع بعض ونستحمل بعض، وحتى لو ظهر لنا من صديقنا عيب ولا شيء من الخصال السيئة مش بسرعة نهجره ونسيبه، نوسع صدرنا ليه، نشوف الزاوية أو الجهة أو الشخص اللي بيأمن إليه ويستريح إليه ويسمع منه ويستوعب منه ونوصل له المعلومة من خلاله. يعني حضرتك ما نسيبوش يعني فرق كبير بين إن أنا أعتبره الصديق الصدوق اللي أعتمد على رأيه وبين إن أنا أعتبره صديق لينا بس هو في حاجة إلى النصيحة وإن إحنا نوسع صدرنا معاه، بس ننقله من الخانة دي للخانة دي، بس ما نسيبوش. وربنا يا أستاذ محمود يزيد حضراتكم من فضله، وتحياتي لأصدقائك الكرام، وربنا ليك يا ربنا يبارك في سيادتكم ويسعدنا ويجعل أيامنا يعني كلها مباركة يعني يا رب بحق هذه الأيام العشر. وأبلغ سلامي إلى كل إنسان كريم على أرض أسوان الطيبة.
الله يبارك لك يا حبيبي. والله انا سعيد جدا جدا ومتشكر جدا دايما يا مولانا. ربنا يبارك في حضرتك يا رب بدعواتك ونشوف سيادتك بكل خير فينا وفيك شر خلقه. امين يا رب. في امان الله. في امان الله. في امان الله. طبعا يا جماعه يعني حديث صديقنا وحبيبنا الاستاذ محمود يعني انا حقيقه متاثر بهذه بهذا الموقف وبهذا النموذج الانساني. يمكن يكون لنا صاحب من أصحابنا من جملة الشلة اللي احنا بنقعد معاها وبنقعد معاها، شخص متعب، شخص صعب الطباع، شخص غضوب سريع الانفعال، شخص ما بيملكش مشاعره، بيتسرع في الكلام وبعد كده يندم ويرجع. عايزين نفرق ما بين الإنسان الأحمق اللي هو قصير النظر كثير الخطأ يخطئ في تقدير المواقف ويورط الناس معاه، هذا أحمق ما نعتمدش على كلامه، وبين الإنسان اللي يمكن يكون طبعه أنه دايما منفعل فنصبر عليه ونطبطب عليه وناخد وندي معاه ونفهم فيه ونعيد ونزيد. بس هي دعوة إلى يعني ساعة الصدر، إلى الحلم، هي دعوة إلى الحلم وإنه نستحمل بعض علشان يعني ربنا يكتب لنا التوفيق. طبعا قضية الصداقة احنا معانا أظن اتصال تاني. الأستاذ علاء معانا. الأستاذ علاء أهلا وسهلا بيك. ايوه حضرتك، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هو حضرتك معلش كنت عايز اسال عن الاضحيه. ايوه. هو حضرتك في اربع اشخاص جابوا عجلين. ايوه. ف حضرتك معلش قول لي فحضرتك دلوقتي عمرهم سنه. ايوه. ف مش عارف وهما نتايتين ينفع ولا طب ينفع. انا فهمت سؤال سيادتك. هو في الاشكاليه اللي موجوده في السؤال ده انه في سن محدد حددته السنه المشرفه انه ما يقلش عن سنتين، لكن المعمول به في الفتوى واللي بتفتي به دار الافتاء المصريه وافتى به عدد من التابعين ان المعتبر فيه هو كثره اللحم. فاذا كان كثير اللحم ويطعم اكبر عدد ممكن من الفقراء فيمكن التجاوز عن شرط السن، لأن المقصود النبوي من التحديد بالسن المذكور أنه يكون وصل إلى درجة من الامتلاء باللحم يعظم النفع به ويدخل السرور على بيوت ناس كتير. لو وصلنا إلى أنه السنة دلوقتي بوفق معايير تربية الدواجن ووفق دراسة مستفيضة، لو سن السنة هو الدرجة المثلى من النمو والامتلاء باللحم ولما يمشي لسنتين بيقل، يبقى نختار السنة لأنها هي التي تحقق المقصود النبوي ويبقى فيها فهم لروح السنة النبوية المشرفة. ودي صدرت بها فتوى رسمية من دار الإفتاء المصرية وأفتى بها عدد من التابعين الكرام من فقهاء الشام وغيره، فيمكن أن نعتمد عليها الآن بدون أدنى حرج. وبعد كده إذا كانوا أربع أشخاص وكل الأربع أشخاص جايبين اتنين عجول، السبعة بيشتركوا في عجل يا حبيبنا. وبعد كده سيادتك لما بنجيب العجل ونقسمه على سبعة بيطلع تقريبا لكل واحد من السبعة 27 كيلو. فشوف حضرتك اضرب ال 27 في 7، إذن العجل وافي. بس إذا كان العجل بيكفي 7 وهم حبوا يخلوا العجل على 2، يعني كمان كده يعني إحسان في أداء الطاعة، فلا بأس، يبقى ده بيزود من عنده، يبقى أهل كرم ويجازيه الله تعالى بكرمه كرم. أرجو أن الإجابة تكون واضحة لسيادتك وتكون أراحت خاطرك. يعني هو حضرتك دلوقتي هي نتاية تنفع ولا ما فيش مانع؟ لا لا أبدا ما فيش مانع، تنفع وتجزئ وفيها كل الخير، وربنا يتقبل من حضرتكم يا رب الأضحية، وعيد سعيد ومبارك إن شاء الله يا حبيبنا. شكرا. ربنا يخليك. أشكرك ربنا يخليك. السادة المستمعون الكرام، ما زالت قضية الصداقة والصديق هي المسيرة التي نكمل فيها الكلام. وطبعا في عدد من المحاذير كنا بنقولها الحلقة اللي فاتت، إنه أشرنا الحلقة اللي فاتت إنه لا تصحب الكذاب ولا تصحب الأحمق ولا تصحب البخيل ولا تصحب الجبان ولا تصحب الفاسق. النهاردة نقول لحضراتكم برضو من عبارات الحكماء: لا تصاحب من الناس إلا من يكتم سرك ويستر عيبك ويكون معك في النوائب ويؤثرك في الرغائب وينشر حسنتك ويطوي سيئتك، فإن لم تجده فلا تصحب إلا نفسك. وكان الشاعر يقول: إن الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. طبعا الصديق الصالح يعني ده يا جماعة يعني من أعظم نعم المولى جل جلاله على العباد وعلى الإنسان في حياته، من أجل نعم المولى على الإنسان. إحنا أظن معنا اتصال كمان. المهندس أحمد،
اهلا وسهلا بسيادتك. اهلا وسهلا بيك، ازيك؟ ربنا يبارك في حضرتك ويديم عليك حب الناس ويديم عليك وجهك البشوش. اللهم امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب. انا عندي انت بخير، يكون خارج السياق شويه بس قول لي، قول لي اسمع سيادتك، اتكلم حضرتك، قول لي تحت امرك. انا كان عندي نزاع كده مع اهل والدي على قضيه ميراث. نعم. تمام. نعم. وبعد مفاوضات وبعد جلسات وديه كتير اضطرينا للاسف نلجا للقضاء. هو النزاع مينلي يعني او اساسا مع عمي الكبير. نعم. ان هو كان رافض يعطينا انا واختي حقنا في ورث والدي. أي. تمام. اي بعد ما اتجهنا للقضاء فضل هو نعمل صلح ونرجع تاني للمسار الودي، والحمد لله احنا وافقنا وارتضينا الامر. أي. وكتبنا عقود وحاجات بالكلام ده. بس المشكله بقى الكبرى في الموضوع ده ان انا من ساعه ما بدات لجأت للقضاء عماتي التانيين وعمامي التانيين قطعوني انا واختي تماما. تمام. طبعا زعلوا مننا جدا، انتوا ازاي تلجأوا للقضاء وازاي تطالبوا بالكلام ده رسمي لعمكم والكلام ده كله. قلت لهم والله انا لجأت للكلام ده بعد مفاوضات 8 سنين. يعني 8 سنين بحاول بكل الشتى الطرق الوديه ان انا اطلب اثبات بحقي، وكان في رفض قاطع يعني، فاضطريت ألجأ لكده. فدلوقتي الوضع ان في قطيعة رحم بدأت. ايوه ايوه. فحل ده عند حضرتك ايه؟ طبعا انا اتصلت بيهم بعد الموضوع ده كذا مرة ومفيش حد بيرد عليا. فالرأي ايه عند حضرتك؟ طيب اقول لسيادتك دلوقتي حضرتك بعد 8 سنين من محاولة التفاهم مفيش فايدة، لجأت للقضاء وصدر حكم قضائي. مظبوط. لما صدر الحكم القضائي هو ما صدرش حكم قضائي، احنا عملنا التنازل والصلح قبل جلسة الحكم. يعني حضرتك لما شافوا سيادتك جاد في القضاء وتخوفوا من صدور حكم قالوا نؤثر السلامة ونرجع طيب بالضبط. يبقى اذا حضرتك تم التنازل عن القضية وتم جمع الشمل والصلح وتقسمت التركة بما يرضي الجميع. مظبوط. طيب العلاقة ما بين سيادتك وبين العم الكريم دلوقتي بقت علاقة كويسة؟ اتصالحتوا مع بعض وتصافت النفوس وبقيتوا طبعا كويسة. للأمانة لسه، لأن هو التصالح تم بناء على عقد ان هو يسدد الحقوقنا دي على مدار فترة معينة، لسه حتى اول الاقساط ما جاش. انا حتى انا عندي تخوف انه ما يلتزمش بس انا عملت اللي عليا يعني، وهو عارف ان هو لو ما التزمش في ايصالات امانه وحاجه زي كده. بس انا طبعا نفسي ما نلجاش للوضع ده، بس انا بتكلم دلوقتي في حته ان هم لو فضوا مقاطعنا هل انا واختي علينا وزر؟ لا طبعا ما فيش وزر على حضراتكم اذا ظلت القضيه من طرفهم. وسيادتك ما عملتش حاجه غلط، سيادتك اديت 8 سنوات كامله وده يعني وسعت بالك قوي يعني، وبعد كده اللجوء للقضاء اثمره انه بمجرد ما استجاب حضرتك خلاص تنازلت. فيعني لا، كل الخطوات اللي سيادتك عملتها انا شايف انك انت كنت موفق فيها، مفيش اي خطأ من سيادتك في هذا الكلام. بس اللي انا بأتوقف عنده دلوقتي انه سيادتك مشكورا كمان، وده يعني اثني على همة حضرتك فيه وازكي سيادتك، يعني ازكي في سيادتك هذا المعنى النبيل، انه حضرتك كمان عامل على خاطرهم، مش عايزهم يكونوا زعلانين. فانا خايف يكون والدي في قبره وجدي في قبرهم زعلانين مني. فأنا عمري ما كنت طبعا اتمنى الامور توصل لكده، وانا خايف من ان يكون والدي غضبان علي او جدي. والله يا استاذ احمد انا احترم النموذج اللي انت تمثله جدا، يعني سيادتك مش بس كمان سارعت لداعي الوفاق مع العم الكريم وتنازلت عن القضيه، ولا انت بس كمان مهموم بخاطر الاقارب، ده انت كمان حتى المنتقلين يعني خايف على خاطرهم ان يكونوا يعني يتضررون منها. لا انا عايز اريح خاطر سيادتك تماما، اللي حضرتك عملته ليس عليك فيه ادنى حرج ولا تثريب ولا عيب، اللي سيادتك قمت بيه اجراء طبيعي، وانت اديت فتره كافيه مده 8 سنين، وكمان لما قال نؤثر السلامه حضرتك استجبت فورا، وكمان لسه انت حريص على خاطره. لا انت عداك العيب، كن مطمئنا تماما الى انه اللي انت عملته اجراء حكيم مفيش خطا فيه. ويبقى بعد هذا ارجو انه ده يكون ريح خاطرك، بس يبقى بعد هذا انه بالفعل مش هنسيب الاقارب زعلانين، وهنفضل نلح ونتردد عليهم وكل شويه نتصل بيهم ونقول لهم يا جماعه والله العظيم انا ما اسات اليه، طب 8 سنين وانا بحاول معاه وانتوا شاهدين، اذا لقيت حضرتك لسه قافلين ومش عايزين يسمعوا سيبهم اسبوع اسبوعين وارجع قول لهم تاني. لا تمل لا تتوقف. يعني راي حضرتك ان اداهم في محاولات رأب الصدر ده جدا طبعا، ويبقى لك الفضل. وعلى فكره ستوفق ما دام المولى يطلع على خاطرك وقلبك ويجد فيه هذا الخاطر النقي والنبيل في الحرص على خواطرهم وجمع شملهم، ستوفق وستعان وسيفتح الله لك القلوب. فامشي في هذا الطريق وانت موفق فيه ان شاء الله. امين يا رب. امين. شاكر لحضرتك جدا. شكرا لحضرتك. ربنا يخليك يا رب. نشوف سيادتك بكل خير. شكرا جزيلا في امان الله. ساده الكرام، يعني احنا الحقيقه انا يعني مش عارف اقول لحضراتكم يعني كم السعاده اللي بيكون عندي
لما بسمع صوت حضراتكم وأسمع ما عندكم من أسئلة وهموم وخواطر ومعاني وبكون سعيد بسماع الصوت الكريم، بكون سعيد بالتواصل والسماع لصوت كل إنسان كريم على أرض مصر. الميت مليون إنسان على أرض مصر، عندي 100 مليون باب لي إلى الله، وجبر خاطر كل إنسان من 100 مليون من أعظم ما أتقرب به إلى الله. وإني لأرجو أن أوفق بهذه الكلمات المتواضعة اللي أقدمها على أثير راديو 90 90، ولا في مساء دي إم سي، ولا فيما أكتب وأقول، أرجو يا رب أن تكون هذه الكلمات اللي ربنا بيوفق بيها أن تدخل الرحمة والراحة والسرور والانشراح على خواطركم جميعا. أنا أعتبر نفسي مجندا لخدمتكم، مستمعا لما عندكم من إشكالات وأزمات وأمور، أقرب إليكم ما أستطيع تقريبه من معين الشريعة وآدابها وأخلاقها وأنوارها، أجتهد في أن أصغي إليكم وأن أجند وأعتصر لكم خلاصة العمر لتكون هدية تقدم إليكم. السنوات اللي قضيتها من العمر دراسة للعلم في الأزهر الشريف أتمنى أن تكون بأكملها هدية لكم. هو أنا ليه قعدت أتعلم وأذاكر وأدرس وأخذ الماجستير وأخذ الدكتوراه وأقرأ وأتعلم وأتتلمذ للعلماء إلا علشان ده كله في الآخر يجند ليكم ويبقى ليكم أنتم ولراحة خاطركم أنتم؟ يعني ده معنى يسعدني جدا، ويعني أكون به في منتهى السرور، وأعتبر أنه من أعظم أبواب القرب إلى الله، وإنه ده بابي إلى الله جل جلاله. ربنا يحفظ حضراتكم جميعا، ويجبر خاطرنا وخاطر حضراتكم جميعا، ويحفظ مصر، وربنا يؤيد مصر وينصر مصر ويؤيد جيش مصر ويؤيد رئيس مصر، وربنا يحفظ لنا يعني حقنا ويؤيدنا في قضيتنا وينصرنا على من بغى علينا، وربنا يا رب يبقي مصر إلى يوم القيامة مرفوعة الرأس عزيزة الجناب لا تهان ولا يعتدى عليها ولا ينتزع منها حق. وربنا يا رب يجعل حضراتكم جميعا في سرور وفي حبور، وأن يرد عن أرض الكنانة مصر وعن السودان الشقيق من أراد به ضررا ظهر أو خفيا. ندعو الله أن يرد عن الأرض الكنانة مصر وعن السودان الشقيق كل من دبر أو كاد له ضررا، سواء كان ظاهر ومعلن أو في الخفاء يدفع وينزع وينزغ من وراء ستر ومن وراء حجاب. طبعا في ختام حلقة اليوم أجدد التهاني بقرب أيام عيد الأضحى المبارك، أدخلوا السرور على قلوب الناس، كل اللي تقدر حضرتك تواسيه وتوسع عليه من الفقراء افعل. إدخال السرور وإدخال التوسعة على أي إنسان فقير من أعظم ما نتقرب به إلى المولى جل جلاله. ولحضراتكم مني مرة أخرى وللمرة الألف خالص التهاني بالعيد المبارك، وربنا يجعل أيامنا وأيامكم كلها أعياد وسرور، وألتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. وقبل الفراق وانتهاء اللقاء أتوجه بخالص الشكر إلى الزميل العزيز والصديق العزيز الأستاذ محمود الجلاد معي في الإعداد، والصديق العزيز الأستاذ محمد ساري في مهندس صوت، وكل طاقم العمل في أثير راديو 90 90. ولحضراتكم مني خالص التحية والاعتزاز والاحترام، وألقاكم في أمان الله.